ها سامي، ها شو تقول الحين؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ما قصروا الشباب، ادوا اللي عليهم. مهمة الشباب قدرنا نقلبها الحمد لله، ما نقلل من قيمة نادي كاظم، نادي كبير، بس يا ابو رجال 3-0 ل 4-3، يعني شلون قدرتوا تكافحون وتغامرون المباراة؟ والله قلت لك كلمة شباب ما قصروا، يلعبون حق النادي، يلعبون حق اسمهم، الحمد لله الله يعطي اللي يتعب عليه. الله يعطيك العافية، مشكور وما قصرت.